السلام عليكم ومرحبا بكم في الوصفات مليكة. مرحبا بالناس الجداد معنا، مرحبا بهم وألف مرحبا. كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى المشاركة ديالكم في القناة وعلى الكومنتير ديالكم، كنشكركم جزيل الشكر. والله يدخل علينا وعليكم سيدنا رمضان الكريم بالصحة والسلامة وبالراحة البال وبالهنا إن شاء الله يا ربي. اليوم إن شاء الله غنصوب لكم واحد الماسك تبييض البشرة. هاد الماسك هذا كيبيض البشره بواحد الشكل رائع جدا، وبداك الشيء اللي عندكم في الدار تقضيو بداك الشيء اللي عندكم في الدار، وساهل وكيتصاوب في الدقائق وتديروه ان شاء الله سيدنا رمضان الكريم ولا حتى قبل منه. وعندي لكم بعض النصائح نجاوب لشي بنات اللي قالوا لي كنديروا المواد الطبيعيه ما كنشوفوا حتى النتيجه. انا عندي لكم نصائح ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو. وهذا الماسك هذا غادي تصوبوه بثلاثه ديال المكونات فقط، ثلاثه ديال المكونات فقط، يعني ساهل وماهل وكتشوفوا النتيجه كبيره ان شاء الله. قبل ما تخرجوا من لاشين داروا لي لايك وبارطاجيو وديروا الجرس باش يصلكم كل ما هو الجديد من مطبخي. القناه ديالي محتاجه للدعم ديالكم، وهذا الشيء اللي كاين خليكم دابا حتى الاخر ديال الفيديو باش نشارك معكم هذه الوصفه رائعه. المقادير ديال هاد الماسك: جوج المعالق كبار ديال الحلبه مطحونه حتى تولي بحال يعني الدقيق، كنطحنوها وتنغربلوها. نص عصير ديال البرتقاله والمعلقه كبيره ديال العسل يكون الحر، الا ما عندكمش العسل الحر كتستعملوا هذاك اللي كنصوبوا في الدار ديال البرتقال ولا ديال الفريز. عصرت العصير ديال البرتقال على العسل، وغادي ناخذ الحلبه مطحونه غادي نخويها على العسل والبرتقال، وغادي نبقى نخلط حتى كيولي على الشكل ديال الكريم. خلطت هاد المقادير كلهم حتى ولاو على الشكل ديال الكريم. الماسك ديالي ها هو واجد تيشهي وفيه الريحه ديال العسل ديال البرتقال اللي صوبناها جميع، راه غنخلي لكم الرابط لتحت، والعسل ديال الفريز حتى هو غنخلي لكم الروابط في صندوق الوصف. الا ما عندكمش العسل الحر وما لقيتوه استعملوا هاد العسل اللي كتصوبوا في الدار يعني بالفواكه بالبرتقال ولا بالفريز، كيكون فيه واحد المذاق وكيتكون فيه واحد الريحه رائعه جدا، والبشره ديالنا كتمص من هذاك العسل ديال البرتقال ولا ديال الفريز، ومع هاد المواد كلهم كيعطي واحد النتيجه رائعه. وقبل ما نستعملوا هذا الماسك هذا كنغسلوا وجهي مزيان مثلا بالصابون، اي صابون عندكم في الدار، اولا الا بغيتوا واحد الصابون صوبته وغنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، تيغدي حتى هو البشره مزيان. تنغسل مزيان وجهي بالصابون وبالماء الدافي وتنمسحو بالفوطه نقيه، وكندير عليه الماسك وتنخليه حتى كينشف. ملي كينشف هذا الماسك هذا كناخذ اصابع ديالي كندهنهم بالزيت ارغان ولا بالزيت العود، وكنبقاو نحيد هذا الماسك هذا غير بشويه بشويه على الشكل الدوائر، كنبقاو يعني نديرو على الشكل ديال يعني المساج على وجهي حتى كنحيد كاع هاد الماسك. وداك الزيت كتعاونكم، منها كديرو المساج لوجهكم، منها كديرو القماش، ومنها كتساعدو على الدورة الدموية. صافي حتى كنحيد هاد الماسك هذا وكندهن وجهي بالزيت وكنخليه واحد 5 دقائق. كتغسلو وجهكم بالماء الدافي ومن بعد الماء بارد، وكتاخدو مثلا هاد الرشاشات هادو، ما عرفت واش بانت ليكم هذيك الرشاشة ديال الماء ورد، كنرش بها وجه ديالنا وهي كنخرجوها من الثلاجه وهي بارده، كنرشوا بها وجه ديالنا. ومن بعد كنديروا اي كريم عندنا في الدار ولا عندنا، وصافي كديروا الزيت اللوز الحلو ولا الزيت ارغان ولا اي كريم عندكم في الدار. راني حطيت واحد الكريم على القناه، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. وصافي هذا الماسك هذا غادي ديروه 3 ولا 4 المرات في السيمانه، وغادي تشوفوا النتيجه من النهار الاول. الا تبعتوا هذا الشيء كله اللي قلت لكم غادي تشوفوا النتيجه من النهار الاول. انا داك المساج اللي كديروا كيتزنق وجهكم،
وكيتنقى وتيتجبد وكيحيد حتى التجاعيد. انا ملي كديروا يعني المساج وديروا الماسك على وجهكم وكيكون عندكم واحد الروتين بالنسبه للبنات اللي قالوا لي ما كنشوفوش النتيجه ملي كنديروا المواد الطبيعيه، ولكن ملي كتبعوا البنات واحد الروتين يكونوا يومي، نقيوا البشره ديالكم وديروا الماسك وديروا لك كريمات، وان شاء الله غادي تشوفوا النتيجه من السيمانه الاولى. وهذا هو الماسك ديالي، كنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر في الكومونتير اولا في الجروب ديال الفيسبوك سميتو وصفات مليكة، اولا انستغرام حتى هو سميتو وصفات مليكة، اولا الا بغيتوا تدخلوا معنا في الجروب ديال الواتساب غنخلي لكم الرابط لتحت. كنتمنى يعجبكم هذا الماسك ان شاء الله، الى عجبكم ديروا لي لايك وبارطاجيو وديروا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد من مطبخي. الى اللقاء.